تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل لنا في الفترة اللي فاتت. انا اتكلمت فيه كتير قوي العصفورة. فزمايلي الاعزاء معرفش مين فيهم، دي سلمى اعتقد، مش دي سلمى برضو؟ بدأت تسأل الناس الاسبوع ده كنتوا مشغولين بيه. احداث واخبار بنقراها وبنسمعها كل يوم، منها اللي بيمر علينا مرور الكرام ومنها اللي بنقف عنده لأهميته أو لغرابته أو حتى لخفة دمه. تعالوا نشوف إيه أكتر خبر وقف عنده المصريين الأسبوع ده. عايز أسأل حضرتك إيه أهم خبر وقفت عنده الأسبوع ده؟ والله هو تغيير جريده من الأهلي، سفر السيسي لأسبانيا عشان خاطر يطور العلاقات بالخارج، قضية ياسمين نرش في مطار القاهرة الدولي، موضوع الأهلي الصراحة اللي قريف دي. أنا مش متابع السياسة، أنا متابع لقمة عيشي. الانفلات السريع في الأسعار، زيارة جمال مبارك للأهرامات. تمام، هي دي يعني دي قعدت أفكر فيها كتير، يعني ليه بعد يعني قعد فترة كتير في السجن وقعد يعني في حبس احتياطي وقعد اتهامات وكده وعايز وما حصلوش أي حاجة. مش متابع الأخبار والله. الأسعار عندنا مولعة خالص، كل حاجة الخضار مولعة، الطماطم ب10 جنيه. والخبر الصراحة بتاع سيادة المطار هو ده اللي يعني اللي استوقفني. المدرب بتاع جريد وبتاع النادي الاهلي ده المفروض كان يمشي من زمان، واحلى منه انه جه كابتن فتحي مبروك. ان امريكا نزلت مصحف التوحيد، نزلته اللي هو كتحريف للقران. موضوع النقطه ابو 7 جنيه. سيده المطار دي مساله اخلاقيه ازاي الناس يعني الداخليه سكت عليها. خبر جمال مبارك ان هو زار الاهرامات، وانا فاجئني بصراحه، يعني كنت متوقع انه يعمل حاجه زي كده. عمار بتاع مطار القاهره، اكتر حدث شفته اثر فيا البنت بتاعه المطار، يعني بجد انا كنت مذهول جدا من ان قد ايه الضابط كان ماسك نفسه وكان مش عايز، كان في اقصى درجات ضبط النفس، وده برده ما كانش عاجب. بتاعت ياسمين الترش، الاخبار كلها مؤسفه ومحزنه، واحنا اتخمنا بكم كبير قوي من ثوره لبعد ثوره، احنا ما فيش جديد. طيب اعتقد ان الفائزه هي السيده سيده المطار، وبعدين زياره السيد جمال مبارك، وبعدين الاسعار اللي هي اهم حاجه. ده نعمل فيه ايه؟ ده ما نقدرش نعمل فيه حاجه، لان الاعلام حر، وكل اعلامي من حقه انه يقدم، يعني يقرر يقدم ايه للناس. ما نقدرش نتكلم في ده خالص، وكل اعلامي له طريقه وليه بتاع، يعني ليه يعني اختيارات فيها حياته، وهو بيدفع ثمن الاختيارات دي، يا اما الناس تقبل عليه يا اما الناس تنصرف عنه. فهو اللي بيدفع الثمن، هو اول واحد بيدفع الثمن لده. ما نقدرش نتكلم في الحكايه دي، انا رايي انه ما نقدرش، ولا ميثاق ولا كلام من ده، لان هذه موضوعات بتشغل الناس طول عمرها، موجوده في العالم كله. بس نقدر كل واحد بطريقته ينبه ان في حاجه اهم من حاجه، في حاجة لها أولوية عن حاجة. تسلى زي ما أنت عايز، بس ده مش تسالي، دي إلهاء. إلهاء يعني إيه؟ يعني أنا بقول لهبة نكتب تسالي الناس، بيسلوا الناس، قالت لا ده إلهاء، بيشغلك عن الموضوع الرئيسي، يعني بيشغلك عن الموضوع الرئيسي. يعني تقول لمراتك مثلا أصل مثلا المصاريف زادت الشهر ده، فتقول لك بس على فكرة البامية غليت، بس بقى بدي اوديك سكة تانية. لا دي ما تمشي في السكة دي، بس تقول لك مثلا اما هو منشر الغسيل، اما هو مش عارف ايه، تتوه كده ما تعرفش حاجة. فالحاصل ان الناس مش تايهة، بس ايه، في حاجات بتشغلها. احنا مش عايزين حاجة تشغلك عن البلوب، القضية الاصلية. هو كل واحد تقعد معه، بحب مصر، بموت في مصر، بدوب في مصر، بلدي بلدي بلدي، كويس. والناس كلها حرامية، الناس كلها بتشتم، الناس كلها بتعمل ايه، الناس بتتاجر بالناس، الناس بتعمل الله، هو يقول كده وانا اقول كده وده يقول كده وده يقول كده. امال اين، من اللصوص؟ من الذين افسدوا البلد؟ مين اللي بياخدوا رشوه لغايه دلوقتي، لغايه دلوقتي وزايده؟ مين؟ من بلد تانية ولا احنا؟ يبقى احنا بنهرب من القضيه الرئيسيه، انك انت تواجه نفسك، انت بتعمل ايه عشان نعمل بلد كويسه؟ لا يا سيدي، مالكش دعوه بالبلد، ولا انا ليا دعوه بالبلد.
احنا بنعمل نفس ذكية. يعني ايه ذكية؟ يعني بيفهم؟ لا، يعني طهرة. يعني ايه طهرة؟ يعني نقية. يعني ايه نقية؟ يعني سوية. يعني ايه سوية؟ يعني تمام. يعني ايه تمام؟ يعني نظيفة. بس كل واحد لازم يسأل نفس السؤال ده، ولازم رئيس الدولة يسعى لده. والنظافة على فكرة مش بالمزاج، يعني لو سبت الناس تستحمى بمزاجها كده هيبقى فيه كلام كتير. انما الناس تتنظف بالقانون وبتنفيذ القانون، نقوم نبقى كويسين. هو ده اختراعي؟ لا، ده اختراع الدنيا كلها. المولى عز وجل وضع القانون، اصل الحكاية. في جميع الاديان في قانون، في افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، ده قانون منظم لحياة الناس. ويقول لك وأمر بالعرف، بنحترم عاداتكم وتقاليدكم وكل حاجة، لكن لابد أن يجتمع الناس في مكان ما على قوانين تنفذ. ما فيش كلام في كده، يبقى نقدر نشوف حياة جديدة. بس احنا بنقول انه خلي بالك، انت خلي بالك، انت شفت، انت مسألة المنع دي خلصت، مسألة الإعلام يعمل اللي أنا عايزه دي برضو خلصت. دي قنوات، وده بيزنس، وده استثمار، ودي فلوس، ودي حركة، فمسموح تعمل فيها حاجات كتير. إنما هو يعمل، أنت ما تتجرش أبدا، مش لأنك مصري وأصيل وحضارة، لأنك بني آدم. بني آدم يعني حر. حر يعني إيه؟ يعني تختار اللي أنت عايزه. إذا أنت ما اخترت تتسلى وتلهى، ده اختيارك أنت، على كيفك، على كيفك. إنما مش مفيد ليك أنت شخصيا برضو، مش لي أنا ولا للبلد، لا، مش مفيد ليك أنت شخصيا بس.